لك ما كانوش غير متوقع. ممكن يقول لك انه في نتائج ايجابيه ما شفنا مرحله مليحه. المقابله هذه ما كناش ملاح، ما دخلناش مقابله مليحه، لقينا هدف في الدقائق الاولى اللي اثر علينا شوي. ما كناش ما لعبناش المقابله تاعنا كما ينبغي، ما ابليكيناش وما كناش لي كونسي تاع لونترينا. كاين لا فاتي، كاين مونك دو كونسونتراسيون. ان شاء الله كما يقول لك حنا هذه الهزيمه ما تنقصش من العزيمه تاعنا باقي المقابلات، ان شاء الله نواصلوا في العمل. هذه كما يقول لك خساره، فمازال ما مازال البطوله طويله، ان شاء الله نعوض في المقابلات القادمين. هذا ان شاء الله كلاسيك ماتش لعبنا الاكستيريور، ان شاء الله كما يقول لك نديروا اليد في اليد باش نعاودوا نديروا العزيمه ونعاودوا نرجعوا الاراده تاعنا ونبديكيو ونخدموا ان شاء الله باش نعاودوا نرجعوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. هذا تقول لي سيبورتور يوم جاو اون فورس راحوا خايبين. نشكرهم بزاف، شكرنا بزاف، باسكو الخساره هذه غلطنا حنا قبل ما تعيط لنا. ان شاء الله كما نقول لك نعوضوا لهم في البطوله ونعوضوا لهم في الكاس ان شاء الله، ونعوضوا ان شاء الله يبقوا كيما هكذا ديما سوتيان تاع مورانا باذن الله نكونوا في لابون بوان ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كنا نتمناو باش نفوزو في المقابله، والله غالب خويا الاول فاضل فيه ربح وفيه خساره، ان شاء الله نكتفيو مع الفرصه تاعنا. ما تشوفش هاد الخساره يمكن ان تاثر على مردود الفريق ونتائج الفريق مستقبلا، خاصه المباراه المنتظره يوم السبت ضد دفاع تجرد؟ لا تاثر، هذه كي شامبيون فيها خساره فيها ربح. ان شاء الله بيان سير، ما شغل بارابول لي ماتش لي لعبناهم، شغل اليوم ما لعبناش كيما موالف، فوالا ان شاء الله نخدمو باش نعاودو نروحو للنيفو تاعنا. بارك الله فيك. المقابلة تكون صعبة، الحمد لله الجوار تاعنا يزيد دي زون سو لو تيران، دي زون بون بيرمي لو ريزولتا تاع لو موب الجاية. جو بونس لا فيكتوار اللي ميريتي اجوردي بور لي سوار. على الرغم من غياب 9 لاعبين الا احنا لاعبين احنا كملنا فريقهم. نظن الفرق الكبيره هي اللي عندهم 22 لاعب 25 لاعب، ماشي ما يركزوش برك على لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه. سهل عندنا ناس بليزين، نتمناو ان شاء الله باش يولوا البيبو بوسيبل باش يزيدوا يعاونوا الفريق. والحمد لله اليوم اللاعبين اللي كانوا سور لو تيران ايزون تو دوني، وشفنا ريزولتا وين كانت النتيجه والاداء. على الرغم من خطر الصراحه اللي عندهم فيها، الا ان الجمهور كان بقوه اليوم نظن صح الجمهور جاب قوه وين على بال وين يسال الفريق تاعو في لي مومون ديفيسيل. ونظن لو ديكليك تاعنا نقدر نقول ديكليك مام مع لو بوبليك تاعنا باش ترونجينا مع البوبليك تاعنا ابري لي موفيز ريزولتا اللي درناهم. نظن لو ماتش تاع لو موب جايه اللي كان مفتاح كما يقول لك تاع ريكونسيلياسيون اونتر سيبورتور اي جوار، لو ريزولتا ايتي لا الحمد لله.